أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني من السيرة النبوية. ومعنا العنوان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ومسيرته صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه وشوفوا الأحداث اللي وقعت في السيرة لعل جينا أحداث مشابهة لها فنهتدي بهديه فيها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة من المرات على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجلس إليها باسطا حديث الزوج إلى زوجه في رحمة وشفقة، وبدأ يولي يحكي لها عليه الصلاة والسلام أيامه وذكرياته مع قريش وذاك اللي واجهوه به والمداولات اللي كانت بينه وإياهم. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سولت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، لقد كان يوم أحد يوما عسيرا، معناها يوم متين، قتل فيه من قتل وأسر فيه من أسر، وكافينا في أعظم ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وسال الدم على ذلك الوجه الطاهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا رسول الله، من درى؟ قالت له: كان قط شبرت يوم امتنع عليك من يوم أحد. فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد كان، قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على 3 من رؤساء وأكابر ثقيف، وثقيف كانوا يسكنوا في المدينة المنورة، عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والإيمان والإسلام، يعني يدخلوا في الإسلام ويحمون دين الله تبارك وتعالى، ويبدو أنهم كانوا يلعقوا، ما كانوا موفقين، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أبو قام الأول منهم وقال له: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ أنا ما أجبر حد يرسله سواك. وقام الثاني قال له: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقام الثالث وقال له: لإن كنت نبيا ورسولا من عند الله فلأنت أكبر من أني جاوبك والله رد عليك. لذلك كذب هؤلاء الثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على وجهه صلى الله عليه وسلم، خرص مهموما على وجهه. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كاملهم إذا قوبلوا بالرفض وقوبل دين الله تبارك وتعالى فإنهم لم يستجب لهم أحد، يشتد عليهم الحزن وتشتد عليهم وطأة أن ما استجاب لهم أحد، لأنهم يتحرقون على تكذيب الناس لهم، يحبون أن يدخل الناس في دين الله أفواج. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مهموما، وخرصوا معي ما هم المال ولا الدنيا ولا المتاع ولا أي شيء في هذه الدار اللي احنا نشوفه، ما هم شيء من ذا، هم أن يبلغ رسالات الله للعالمين صلى الله عليه وسلم، ويوصلهم ذا اللي شهوه به صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى والنور، ويسمعهم كلام الله. ولذلك لما استجابوا له وقع في قلبه هذا الحزن العظيم. لذلك أي مصلح يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصادق في اقتداء به لا بد له من أن يبحث عن أسهل الطرق لإيصال رسالة الله للناس، يبين لهم بطريقة مفهومة، يقربها لهم بشتى التقريب، يقرب منهم المفاهيم ويخاطبهم بما يفهمون. وهذا كان من أدبه صلى الله عليه وسلم، لأنه في السيرة النبوية نجبر أنه يولي مرة يضرب الأمثال، والقرآن يضرب الأمثال، ومرة يخط في الرمل ويخط خطوط عن يمين وعن يسار كما في الأحاديث الصحيحة، هذا كله، ومرة يشبك بين أصابعه ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا نوع من التعبير، تقريب المفاهيم بالصورة، لذلك الصورة اخترقت كل الحجوزات فقربت البعيد من الناس، كذلك الأمثال والقصص يقرب البعيد من الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طغى عليه الحزن وخالطه مخالطة شديدة به اللي قابلوه رؤساء ثقيف به، فانطلق وهو مهموم على وجهه لا يلوي على شيء، فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب. قرن الثعالب موضع معناها بليدة، وتفاجئ فإنه فوق سحابة صلى الله عليه وسلم، وهي السحابة فيها جبريل عليه السلام،
قام جبريل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم ولين شاف ذا قال له جبريل إن الله الله تبارك وتعالى اللي عدلوا لك قومك شافوا ثقيف رؤساهم وكابرهم وسمع الله ما ردوا عليك به، لذلك قال له هذا ملك الجبال. قام ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أؤمرني فيهم بما شئت، لا اللي تقول لي لين عدلوا. قال له إن شئت قال له أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبين جبلين عظيمين في مكة، وهولين يقادوا فوق روس من بمكة ما عليه بقى من مردد أخبار. ذلك كان رد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غاية في العطف والرحمة والمحبة لهؤلاء الذين يدعوهم. قالوا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم هون يأمل في أبناء هؤلاء العتاد، هالناس اللي شابت رؤوسهم على الضلال والكفر والبغي والطغيان، يرى أن أبناءهم قد يتقبلون الدعوة، لذلك صدق ظن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله من أصلاب هؤلاء الأكابر من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. وتقد تديروا في أصبعكم خالد بن الوليد، وارد الوليد بن المغيرة، و أبو عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وعمرو بن العاص، وغيرهم وغيرهم، هؤلاء صدقوا ما عاهد الله عليه، هؤلاء أشداء على الكفار رحماء بينهم، لذلك أخرجهم الله من أصلاب هؤلاء، يخرج الحي من الميت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هون نطق بالرحمة ومحبة الخير، وهو صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته. إلى هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن تكونوا استفدتم واستمتعتم وازددتم علما وعشتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا ذاك اللي كان يقاسي ويعاني من أجل وصول لا إله إلا الله إلى الناس، فصلى الله على معلم الناس الخير. في الحلقة القادمة سنتناول الإسراء والمعراج بقدر يسير من التفصيل والدروس المستفادة منها. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.